حضر الملك محمد السادس مرفوقا بالأمير مولاي رشيد أمس بأبو ظبي احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيومها الوطني 44، ويأتي ذلك في إطار زيارة الصداقة والعمل التي يقوم بها الملك لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة تنظيم الأسبوع المغربي بأبو ظبي. وتميز هذا الاحتفال بتقديم عروض تراثية وفنية تمثل جانبا من تاريخ الإمارات واستعراضات لعناصر من مختلف القوات المسلحة الإماراتية تجسد ما تتحلى به هذه الوحدات من روح الاتحاد والقوة والانتماء. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من الرباط المحلل السياسي عبد الرحيم منار السليمي. أستاذ عبد الرحيم، أهلا بك. أهلا وسهلا سيدي. ما هي دلالات زيارة الملك محمد السادس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؟ أوضح بأن حضور الملك محمد السادس إلى احتفالات ذكرى 44 لدولة الإمارات العربية المتحدة له دلالات. يعبر أولا على أن الأمر يتعلق بعلاقات ثنائية بين قوتين إقليميتين في العالم العربي لهما على مستوى السياسة الخارجية توابت. العلاقات الثنائية توابت تاريخية تعود إلى مرحلة المرحوم الملك الحسن الثاني ومرحوم الشيخ زايد. أيضا هناك توابط استراتيجية، الكل يعرف بأن هناك تنسيق بين الدولتين على مستوى مجموعة من القضايا والمواقف المشتركة سواء في العالم العربي أو على مستوى ما يجري في الخارطة الدولية. الإمارات العربية المتحدة بالنسبة للمغرب هي عمق استراتيجي عربي في منطقة الخليج وداخل الشرق الأوسط، كما أن المغرب هو عمق استراتيجي بالنسبة لدولة الإمارات في غرب إفريقيا وفي شمال إفريقيا ومنطقة المتوسط. هذه العلاقات هناك العديد من المؤشرات على قوتها سواء على مستوى حجم الاستثمارات، الكل يعرف بأنه طيلة 40 سنة هناك استثمارات كبيرة لصندوق أبو ظبي في المغرب، وبورصة البيضاء اليوم هي تعبر على حجم هذه الاستثمارات. أضف إلى ذلك أن هذه العلاقات تركز في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى البعد الاقتصادي على البعد الأمني، بمعنى أن هناك تنسيق أمني كبير على مستوى سواء مشاركة المغرب في حماية أمن منظومة الخليج وأيضا دولة الإمارات العربية المتحدة. أتحدث هنا عن القوات العسكرية الموجودة في الإمارات العربية المتحدة، والتي كان هناك تصريح واضح لوزير الخارجية المغربي في مرحلة معينة من هذه السنة على أنها تحت رهن إشارة الإمارات العربية المتحدة، بمعنى أنها تدافع عن أمن الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى، ثم التنسيق الذي يجري على المستوى الأمني في مسألة مكافحة الإرهاب. أضيف إلى ذلك أن الإمارات المغرب هو بالنسبة للإمارات العربية المتحدة هو بوابة للدخول إلى منطقة شمال إفريقيا وأيضا الامتداد إلى منطقة غرب إفريقيا. أتحدث على المستوى الاقتصادي، فالمغرب بالنسبة للإمارات هو منطقة من الجوانب الأخرى سواء التاريخية أو الأمنية أو الاستراتيجية ككل، هناك الجانب المتعلق بالاستثمارات. إذا الأمر يتعلق بعلاقات تاريخية نموذجية أقول بأنها مبنية على ثوابت تاريخية وثوابت استراتيجية. نعم. أستاذ عبد الرحمن عبد الرحيم، كيف ترى مستقبل العلاقات الإماراتية المغربية؟ الإشارات التي يقدمها زعامات في البلدين تبين بأن هذه العلاقات هي تسير نحو التطور أكثر، بل أنه سواء أركز على مسألتين، المسألة الاقتصادية والمسألة الأمنية والتنسيق بمعنى المواقف التي هي القضايا التي تروج داخل العالم العربي، هناك تنسيق وهناك مواقف مشتركة. إذن هي علاقات نموذجية، ومن يعود إلى التاريخ سيجد أن هذه العلاقات ظلت دائما قوية ونموذجية في داخل العالم العربي وداخل منظومة دول الجنوب. إذن المتوقع هو أن تتزايد وتيرة هذه العلاقات خاصة في ظل المخاطر الموجودة في هذا الجانب. المغرب اليوم هو يمثل مدرسة نموذجية على مستوى الأمن، على مستوى مكافحة الإرهاب، وهذه المدرسة هي رهن إشارة دولة الإمارات، لأن المنطقة منطقة الشرق الأوسط فيها العديد من المخاطر، والمغرب يقدم مساعدات كبيرة في هذه المنطقة. نعم. للحد من المخاطر في هذه المنطقة كما قلت. المحلل السياسي عبد الرحيم منار السليمي، كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات.